سبق أن تكلمنا عن فضلها وعظيم شأنها، وانتهينا إلى ذكر الآياتين الدالة على البعث والنشور، وهي قول الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وتكلمنا إجمالا عن آية التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وذلك الحديث كان في آخر اللقاء الماضي فكان مجملا، وفي هذا اللقاء بإذن الله تعالى سنفصل مبتدئين بقول الرب تبارك وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذا من أعظم المطالب الشرعية في القرآن، لأن عبادة الله جل وعلا هي الغاية من خلق الثقلين، والرب جل وعلا ينادي عباده أجمعين هنا يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم استدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. فلما أراد الله أن يثبت أنه وحده المستحق للعبادة ذكر جل وعلا أولا أنه وحده هو الخالق، وهذا من أعظم الأدلة على توحيد الألوهية أنه لا خالق غيره. وقد مر معنا في أمور كثيرة أن الله جل وعلا حكم بين خلقه وقرر بين عباده أن من له الخلق هو الذي يستحق العبادة، وقد استقر عقلا ونقلا لكل ذي فطرة أن الله جل وعلا وحده هو الخالق، فقال سبحانه أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وقال تبارك وتعالى واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، وقال هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فجعل الله جل وعلا إيمانهم بتوحيد الربوبية ينبغي أن يكون طريقا إلى توحيد الألوهية، وأن الإيمان بتوحيد الربوبية وحده دون أن يستدل به على توحيد الألوهية وتطبيقه وإفراد الله جل وعلا بالعبادة لا يقدم ولا يؤخر شيئا ولا ينفع صاحبه البتة. فقال الله يا أيها الناس اعبدوا ربكم، والرب مر معنا أن لفظ الألوهية يطلق إذا أريد به الإخبار عن حق الرب عن حق الله على عبده، ولفظ الربوبية يطلق إذا أريد به حق الله حق العبد على ربه. وهذا مر معنا في تفسير سورة طه، وقلنا إن الله جل وعلا لما أراد أن يأوي موسى ويذهب عنه الهم والحزن والخوف قال له إني أنا ربك فاخلع عليك، فلما أراد أن يكلفه قال له إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فلما أراد الله أن يبين ما أثاءه على خلقه قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فذكر ما ذكر جل وعلا هنا فضله ونعمه ومنته على خلقه الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، فذكرهم جل وعلا بأنه وحده هو خالقهم وخالق آبائهم من قبل. ثم قال الذي جعل لكم الأرض فراشا تطؤونها وتسيرون فيها وتغدون وتروحون في فجاجها والسماء بناء، ثم قال وأنزل من السماء، والمطر لا ينزل من السماء ينزل من السحاب، لكن باعتبار أن السحاب قريب من السماء في العلو والسماء في اللغة كل ما على وارتفع نسبه إليه، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات لماذا؟ رزقا لكم، وهذا من تعاهد الله جل وعلا لخلقه. فلما أثبت رب جل وعلا أنه وحده الخالق ووحده الرازق كان حيا بهم أن يفقهوا أنه ينبغي أن يكون وحده هو المعبود، فقال جل وعلا بعد ذلك ناهيا عباده أن يشركوا به قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لأن الند لا بد أن يكون فيه وصف لماذا؟ للممدود، فمع أنه قد تقرر عقلا ونقلا أنه لا خالق إلا هو ولا رازق إلا هو ولا محيي ولا مميت إلا هو فكيف يكون له ند؟ فلهذا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وكما قلنا في اللقاء الماضي إن مفعول تعلمون محبوب بدلالة المعنى عليه، والمعنى وأنتم تعلمون أنه لا ند له سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقلنا إن هاتين الآيتين تضمنتا الأدلة الثلاثة مجملة، أدلة البعث والنشور. لماذا أدلة البعث والنشور؟ لأن كفار قريش ما أنكروا شيئا، مشركوا العرب جملة ما أنكروا شيئا إنكارهم للبعث والنشور، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، ولهذا قامت الأدلة في القرآن على إثبات البعث والنشور، وهي مجملة في ثلاث. الخلق الأول يعبر هنا بقوله الذي خلقكم والذين من قبلكم، وشرحه وأظهره وفصله في سور أخرى، كما بدأنا أول خلق نعيده أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. والأمر الثاني
الخلق خلق ما هو أكبر منهم، وأشار إليه هنا بالسماء وفصله في غافر، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. الأمر الثالث وهو النظر في المتشابهات، قال هنا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وهذا إحياء الأرض الميتة، وفصله بصور أخرى إن الذي أحياها لمحيي الموتى، وهذا كله من أجل إقامة الحجة وإظهار المحجة حتى لا يكون للناس عبر ويكون المهتدي على بينة من أمره. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، شاكون مرتابون أن هذا القرآن الذي جاء به محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه ليس من عند الله، فإن كان من عند غير الله كما تزعمون فهو واحد من أمرين، إما أن يكون النبي هو الذي قاله من عند نفسه، أو أخذه من أحد مثله، من أحد مثله يعني بشر آخر غير محمد صلى الله عليه وسلم، فإما تبعه أو أخذه من أحد غيره على حسب زعمكم، هذا استدلال بالمنطق يعني لا يخرج قولكم عن أحد الأمرين. فإن كان هذا القرآن من عند غير الله كما تزعمون فمعنى ذلك أنكم قادرون على أن تأتوا بمثله، لأن الذي أتى به وفق زعمكم مثلكم. فقال ربنا وإن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله، وفي آيات أخرى آية واحدة وفي آيات أخرى عشر، وهذه أول آيات التحدي في ترتيب المصحف، أول آيات التحدي في ترتيب المصحف. والذين يتحدون هنا الذين تحداهم الله ليسوا قوما عيين، وإنما قوم أرباب فصاحة وأئمة بلاغة عرفوا بذلك، ومع ذلك قال الله قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. فالعرب كان لا يقوم لهم سوق يفتخرون به كسوق البلاغة والفصاحة، ومع ذلك تحداهم الله في الشيء الذي يتقنوه ويحسنوه ويجيدوه، ومع الذي يحسنونه ويتقنونه ويجيدونه، لكنهم أن لهم أن يأتي مثله، لأن الأمر هين في نظرة إليه، أن لمخلوق أن يأتي بكتاب يماثل كتابا أنزله الخالق، محال أن لمخلوق أن يأتي بقول أو كتاب يماثل قول أو كتاب الخالق تبارك وتعالى. وإن كنتم في شك في ريب مما نزلنا على عبدنا، وعبدنا المقصود النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم قال ربنا فإن لم تفعلوا، يعني الترتيب المنطقي، جاءت جملة اعتراضية ولم تفعلوا، فأصل جواء الشرط فإن لم تفعلوا فاتقوا النار، هذا الأصل. ولم تفعلوا عند البلاغيين يسمى إطناب، وقد مر معنا تحرير المقام البلاغي أن الكلام فيه إيجاز وفيه مساواة وفيه إطناب، والقرآن جاء بالإيجاز والمساواة والإطناب، لكن إذا كانت هناك مصلحة في الإيجاز كان إيجاز، وإن كانت هناك مصلحة في المساواة كانت مساواة، وإن كانت المصلحة في الإطناب جاء الإطناب، كقول الله جل مثلا تبارك وتعالى وقال اتخذ الرحمن وقال ويجعلون لله البنات سبحانه لهم ما يشتهون، فسبحانها زائدة اعتراضية، لكن جاء بها إطنابا لتنزيه الله جل وعلا عما نسبه إليه الغير. هنا جاء بما لن تفعله إطنابا حتى يكون إمعانا في التحدي وبيانا لعجزهم، وقد قلنا من قبل إن هذا الأمر أو هذا القول أو هذا الحكم لا يمكن أن يقوله أحد غير الله. قرينه في القرآن تبت يد أبي لهب وتب، حرمنا الكلام عنها في موضعه. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فالله جل وعلا خلق نارا أرادها نكالا وبالا بمن عصاه، سيأتي الحديث عنها في موضعه في الآيات المختصة بتفصيل النار، ومر معنا بعضها. لما ذكر الله مآل أهل الكفر ذكر مآل أهل الإيمان، وغالب القرآن أنه يختم بمآل الصالحين، كما بقوله تعالى ردت وجوه سودت وجوه، ختم بقوله في رحمة الله هم فيها خالدون. قال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، فالمبشر الآمر بالبشارة الله، والمكلف بالتبشير محمد صلى الله عليه وسلم، والمبشر المؤمنون، والمبشر به جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما
رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. سنأتيك من آخر المطاف معنى رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. قطاف الجنة دانية يرون الثمرة فيقطفونها ويأكلونها فتنبت غيرها، فإذا نبتت غيرها نظروا إليها، هذه التي نبتت تماما في هيئتها مثل التي قطفت لكنها غيرها في الطعم. واضح؟ هذا أصوب ما قيل في هذه المسألة. وقيل أنها مقارنة بين ثمار الدنيا وثمار الآخرة، وقيل غير ذلك، لكن أظهر ما قيل ما حررناه. يرون الثمرة يقطفونها يأكلونها تنبت غيرها، فإذا نبت مكانها غيرها يكون شبيها بالأول، فإذا استطعموها مرة أخرى وجدوها مخالفة لما غيرها. وهذا معنى قول الله وأتوا به متشابهة، ولم يقل متماثلة، لكن الفرق أن خيار الدنيا حسن وأحسن، أما خيار الجنة لا رذل فيه. خيار الجنة لا رذل فيه، هذه عبارة خيار الجنة لا رذل فيه منسوبة لقتادة. من قتادة؟ قتادة بن دعامة السدوسي أحد المفسرين المشاهير، كان أكمه أعمى رحمه الله رحمة الله واسعة. كلما لغويا تفيد الاستمرار. الأخطاء الشائعة في الاستعمال أن الناس يكررونها، يقولون كلما ذهبت إلى زيد كلما وجدت عمرا عنده، هذا خطأ، إنما تذكر في الأول فقط ولا تكرر. كما قال ربنا كلما رزقوا المؤمنون من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، وضمت اللام في قبل بنيت على الضم لانقطاعها عن الإضافة، انقطاعها عن الإضافة، فإذا أضيفت أصبحت اسما معربا تجري عليه الأحكام. مر معنا من قبل صلاة الفجر ومن بعد صلاة العشاء، فقبل وبعد هنا جرت وعملت معاملة الاسم المعرب لأنها أضيفت، فإذا انقطعت عن الإضافة انتقلت من كونها اسما مبنيا إلى كونها اسما معربا ويجري عليه الحركات. قال الله تعالى قالوا أي المؤمنون هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم أي المؤمنون فيها أزواج مطهرة، مطهرة من كل سوء، خذها بعمومها أفضل، وهم فيها خالدون، لأنه لا ينغص في الدنيا إلا الموت، ولهذا ينادى أهل الجنة أن حياة بلا موت. ثم قال ربنا وهو أصدق القائلين إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. مر معنا أن ضرب الأمثال تريد به العرب ثلاثة أمور: إيجاز اللفظ ودقة التشبيه وإصابة المعنى. هذا مر معنا في شرحنا لقول الله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره. هنا الله جل وعلا يخبر أن الرب تبارك وتعالى في بيان الحق للناس الغاية من ضرب الأمثال إظهار الحق وإقامة الحجج، والأمثال كما مر معنا لا بد أن تكون قريبة من الناس واضحة، فمن استنكر أن الله قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، فعبر بالذباب لأن الذباب أمر لا يختلف الناس فيه معروف، كذلك البعوض، والمقصود إقامة الحجة وإيضاح المحجة، وهذا لا يكون إلا بالشيء المتعارف عليه. والناس أصلا في تلقيهم للخطاب القرآني فريقان: فريق يؤمنون كما قال الله في العظماء من أهل الإيمان والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وأما غيرهم فيصيبهم الشك فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، فيأتي الجواب. قال الله تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. إذا نزلت الأمثال القرآنية والحجة الإلهية اختلف الناس فيها، فأهل الفسق يضلون عنها. ثم ذكر الله جل وعلا جملة من صفاتهم: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه
ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، وأعظم ما أمر الله به أن يوصل الرحم، ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. ثم جاء استفهام استنكاري توبيخي. طبعا مرت معنا آيات سبق الحديث عن مثيلاتها فلا حاجة للتكرار. قال كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كيف استفهامية اتفاقا، والاستفهام هنا يراد به الاستنكار والتوبيخ. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا أي في العدم، فأحياكم الحياة التي تعيشونها، ثم يميتكم انفصال الروح عن الجسد، ثم يحييكم أي البعث والنشور، ثم إليه ترجعون. هذا أصوب ما قيل فيها. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذه قاعدة أصولية أن الأصل في الأشياء الإباحة. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. خلق الله الأرض قبل السماء، فاستوى إلى السماء يعني انصرف إلى خلقها. قد مر معنا أن الفعل استوى يأتي متعديا بحرف الجر على، متعديا بحرف الجر إلى، ويأتي من غير تعد بحرف جر. فإذا جاء من غير تعد بحرف الجر فيعني الكمال والتمام. ولما بلغ أشده واستوى كمل ونضج. وإذا تعدى بحرف الجر إلى فيعني القصد من شيء إلى آخر ثم استوى إلى السماء. وإذا تعدى بحرف الجر على فيعني العلو والارتفاع. تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. وعلى هذا أصبحت ظاهر قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. أقربها إلينا تسمى السماء الدنيا لأنها دانية إلينا، وأعلاها السماء السابعة وهي معمورة بالملائكة وهو بكل شيء عليم. ثم قال جل وعلا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذه يمكن تناولها من عدة وجوه. هذا الأمر كان قبل أن يخلق الله جل وعلا آدم، أخبر الملائكة أنه سيجعل في الأرض خليفة. قال بعض العلماء إن آدم خليفة بمعنى خليفة الله في الأرض في إعمالها، وهذا لا يستقيم شرعا ولا أرى أنه ينبغي أن يقال به، لأن الخليفة عن الشيء يكون من جنسه، وآدم مخلوق والله خالق، هذه واحدة. فنستبعدها أن يكون المقصود بخليفة أي خليفة عن من؟ عن الله. واضح الآن؟ ننتقل لمسألة أخرى. هل خليفة هنا بمعنى خليفة عن من سبق فيكون المعنى آدم عن غيره، أو خليفة اسم جنس افرد أريد به الجمع فيصبح الخطاب ليس عن آدم عن ذريته التي بعده؟ بعض الفكرة. على الأول خليفة عن من كان يعمر الأرض، على ما ذكره المؤرخون أن الجنة كانت تعمر الأرض، وهذا يستقيم نوعا ما باعتبار أن الجنة وآدم كلاهما مخلوق، كلاهما مخلوق، وهو عندي بعيد على هذا القول. لا وإن كان يعني قول قال به لك كثير من العلماء. ثم تأتي خليفة هنا على أن اسم جنس يراد به الإفراد، أفرد يراد به الجمع، كقوله تعالى خلائف في الأرض، وقال خلفاء الأرض، يعني سأجعل من آدم له ذرية يخلف بعضهم بعضا. هذا يشبه معنى كلام الله لملائكته. فأين الدليل على أن اسم الجنس المفرد في اللغة وفي القرآن من أولى يأتي المقصود به الجمع؟ قال الله في خاتمة القمر سورة القمر إن المتقين في جنات ونهر، فأفرد نهر وقصد ماذا؟ أنهار، لأن جنات جمع وأنهار جمع، لكنه أفردها لأنها اسم جنس. وأين الدليل على أنه أراد أنهار؟ أنه قال في آيات أخرى فيها أنهار من كذا وكذا وكذا، الجنة فيها أنهار، وقال تجري من تحتهم الأنهار، من تحتهم الأنهار قبل قليل مرت معنا.
لكنه اسم جنس مفرد أريد به الجمع. وهذا القول اختاره ابن كثير رحمه الله تعالى أن خليفة هنا اسم جنس أريد به الجمع والمقصود به ذرية آدم. واضح الآن؟ هذا تفصيل معنى خليفة. قال القرطبي رحمه الله وغيره من العلماء إن هذه الآية، وهذا مهم في الوقت الحاضر، إن هذه الآية أصل في أن يتخذ الناس إماما وخليفة. إن هذه الآية أصل في أن يتخذ الناس إماما وخليفة. يتحرر عن هذا مسألة، هل اتخاذ الخليفة واجب بالشرع أو واجب بالشرع والعقل أو واجب بالعقل؟ قالت الإمامية، من الإمامية؟ فرقة من فرق الشيعة الإمامية الاثني عشرية، قالوا إنها واجبة بالعقل، وقال بعض العلماء إنها واجبة بالشرع، والصواب أنها واجبة بالشرع والعقل، واجبة بالشرع والعقل. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، ما هي طرائق تنصيب الإمام شرعا؟ ما هي طرائق أو صور تنصيب الإمام والخليفة شرعا؟ لها عدة صور. الصورة الأولى إجماع أهل الحل والعقد أو اتفاق أكثرهم عليه، إجماع أهل الحل والعقد أو اتفاق أكثرهم عليه. مثاله خلافة من؟ الصديق. فإن الصحابة رضي الله عنهم من أمراء المهاجرين والأنصار أجمعوا على خلافة أبي بكر، هذا على القول أن أبا بكر لم ينصبه النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ما نريد أن ندخل مسألة الخلاف هذه، نبدأ بما هو ظاهر. الحالة الأولى ماذا؟ إجماع أهل الحل والعقد عليه. الحالة الثانية في تنصيب الخليفة المسلم أن يوصي له من قبله، أن يوصي له من قبله. مثاله عمر، فقد أوصى له من؟ أبو بكر، وصى بعمر خليفة من بعده، كما وصى عمر الستة من بعده. قلنا ما هي الطريقة الأولى؟ إجماع أهل الحل والعقد أو اتفاق أكثرهم، مثلنا لا بخلافة الصديق. الحالة الثانية الإمام الذي قبله يوصي له به، لأنه إذا اتفقنا أنه موجود إمام له بيعة شرعية وأوصى لواحد من بعده، أنت مطالب بماذا؟ لما قاله الإمام الأول، لأن الإمام الأول له بيعة، فقوله نافذ. فإذا وصى لمن بعده لا حاجة لأن تأتي بيع الحل والعقد على الثاني، واضح؟ فلما وصى أبو بكر لعمر لم يسمع الناس ويقرروا يوافقون على عمر أو لا يوافقون، لأن الأول كان له بيعة شرعية، واضح الفكرة؟ فبدهي جدا أن يكون مما أمرنا الله بطاعته فيه اختياره لمن بعده. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يتغلب على الناس بسيفه وقوته، أن يأتي إنسان يمكن له في الأرض بسيفه وقوته، ومثلوا لها بخلافة عبد الملك بن مروان، فإن عبد الملك بن مروان لم يصلهم من قبله ولم يجتمع عليه أهل الحل والعقد، وإنما غلب الناس بيد الحجاج. لما قتل الحجاج عبد الله بن الزبير دانت الأرض لمن؟ أرض الإسلامية لمن؟ لعبد الملك بن مروان. ظاهرة هذه الحالات الثلاث التي يكون بها تنصيب الوالي أو الإمام المسلم. وقلنا إن الآية أصل في قضية الخلافة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، هذه واحدة من أربع شرف الله بها آدم، هذه واحدة من أربع شرف الله بها آدم، وهي بقية ثلاث. الأولى منها المذكور في الآية، علمه أسماء كل شيء، خلقه بيده، نفخ فيه من روحه،
وأمر الملائكة بالسجود لهم. هذه لم تجتمع لأحد، خلقه بيده، نفخ فيه من روحه وأمر الملائكة بالسجود لهم. طيب من آدم؟ عالم عظيم. آدم أبو البشر عليه السلام، نبي مكلم صح بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلقه الله جل وعلا بيده بنص القرآن ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة بالسجود له. قال الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم، أي الأسماء، على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء. قال الشنقيطي رحمه الله في التفسير: المقصود المسميات إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك، وهذا من أدب الملائكة عند ربها، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فالإنسان إذا سئل عما لا يعلم لا يضره أن يقول لا أعلم، فقد قالت الملائكة بين يدي ربها: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: لم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هذا حوار كان في الملأ الأعلى بين الرب جل جلاله وبين ملائكته، يظهر فيه علم الله جل وعلا الذي يحيط بكل شيء وعجز علم المخلوقين ولو كانوا ملائكة مقربين. ثم هذه أشياء ظاهرة لا تحتاج إلى تعليق أكثر من هذا. ثم قال الله جل وعلا، وهذه نختم بها: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الله جل وعلا يمن على من يشاء بفضله، أمر ملكا من الملائكة أن يقبض قبضا من الأرض، من هذه القبضة مزجت بطين، ثم إن هذه شك منها يعني خلق منها آدم، ثم نفخ الله جل وعلا في آدم فدبت فيه الروح، ثم أمر الله جل وعلا الملائكة بالسجود له. الأمر بالسجود أمر رباني، من سجد من الملائكة وهو كلهم سجدوا، سجدوا طاعة لمن؟ لله. سجود تحية لمن؟ لآدم. وليس سجود عبادة أن الملائكة سجدت عبادة لمن؟ لآدم. فنحن مثلا بالصلاة نسجد تجاه القبلة، فنحن لا نعبد الكعبة، وإنما نتعبد الله بالسجود إلى جهة الكعبة، نرفع يدينا إلى أعلى إلى السماء، فما نعبد السماء، لكن نتعبد الله برفع يدينا إلى السماء لأن ربنا في السماء. واضح؟ فسجدت الملائكة إجلالا لله وإكراما لمن؟ لآدم. كان إبليس وقتها يقضي ويروح مع الملائكة، هذا الذي يدل عليه ظاهر القرآن، ولم يكن من الملائكة، يعني لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين، وقد بينا في سورة الكهف القرائن والأدلة على أنه ليس من الملائكة، أنه عصى والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، وأنه مخلوق من نار، والله جل وعلا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مخلوقون من نور، وأن الله قال في نص القرآن: إلا إبليس كان من الجن، وذكرنا أشياء أخرى. لما أمر الله الملائكة بالسجود امتنع إبليس، والسبب في منعه القياس، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فجعل إبليس أن كونه مخلوقا من عنصر الطين من نار أفضل من عنصر الطين، فأدخل القياس مقابل النص، وهذا أخذ منه الأصوليون أن القياس إذا عارض النص يسمى قياس فاسد الاعتبار، يسمى قياس فاسد الاعتبار. لو سلمنا جدليا أن عنصر الطين أفضل من أن عنصر النار أفضل من عنصر الطين، فلا سبيل بهذا القياس إلى أن نرد نصا وهو قوله اسجدوا، وهو قوله اسجدوا. والخلف في النص والإجماع دعا فاسد الاعتبار كل من وعى، يعني كل من وعى من العلماء دعا، يعني ثم مخالفة النص والإجماع أنها قياس فاسد الاعتبار، وأول من اتخذه طريقا إبليس.
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أبى امتنع واستكبر دخله الكبر. والكبر مر معنا في دروس عدة أنه أول ذنب عصي الله جل وعلا به، تلبس به إبليس فاستكبر. فما تلبس آدم بالحرص فأكرم الشجرة، وكما تلبس قابيل بالحسد فقتل أخاه مع الفوارق في الذنوب. فكل ذنب عصي الله به مرد إلى أحد هذه الثلاثة، إما كبر وإما الحرص وإما الحسد. قال ابن القيم رحمه الله: أصول الخطايا ثلاثة، أصول الخطايا ثلاثة: الكبر والحرص والحسد. الكبر والحرص والحسد. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. بعد أن خلق الله جل وعلا آدم خلق منه زوجه حواء. اختلف العلماء هل كان خلق حواء بعد دخول آدم الجنة أو قبل دخولها، هذا حررناه في سورة طه. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا، ذلك التثنية خطاب الاثنين، منها أي من الجنة رغدا حيث شئتما. ثم جاء الابتلاء القرآني: ولا تقرب هذه الشجرة. والله لم يذكر ما هي الشجرة. فتكونا من الظالمين بأكلكما لها، ظالمين لمن بأنفسكما. فأذلهما الشيطان، وهذا عام بينه الله أنه وسوس لهما وأنه قاسمهما إني لكما لمن الناصحين، هذه كلها مرة سمعنا. فأخرجهما مما كان فيه من نعيم الجنة. وقلنا اهبطوا إلى الجنة، وحرمنا مسألة هل الجنة هي الجنة السماء السابعة أو جنة السماء الدنيا أو جنة في الأرض، هذا كله مرة معنا. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. قال بعض العلماء إن مما أهبط الحية، واحتجوا بأن الله قال بعضكم لبعض عدو بقرينة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الحيات قال: ما سالمناهن منذ حاربناهن. فإبليس عدو بالاتفاق، والحيات دلت عليها السنة، فلا يستبعد أن تكون الحية أهبطت معهم. لأن المشهور عند المؤرخين أن إبليس دخل الجنة عندما وسوس لآدم في خياشيم الحية، وهذا من مليح القول لا من متين العلم، ولا يتعلق به أمر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب. فلا تعنف إذ لم تقبله، ولا حرج عليك إن قبلته. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أي ما كتبه الله جل وعلا للناس أن يبقوه. ثم قال الله جل وعلا: وهذا من أعظم الأدلة على رحمة الله بعباده، أن فتح لهم باب التوبة. قال: فتلقى آدم من ربه كلمات. فآدم عليه السلام لما فاء إلى ربه وندم على ما كان منه، الذي علمه كيف يعود هو الرب المعبود جل جلاله. وهذه الكلمات لم تتضح في سورة البقرة، لكنها ظهرت في سورة الأعراف. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقد جاء العلماء يقولون في الحياء إن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض من حيائه من ربه لم يرفع بصره إلى السماء. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، أي ربه، إنه هو التواب الرحيم. وقد جعل الله جل وعلا باب التوبة مفتوحا حتى لا يأخذ أحد صورة كاملة عن نفسه قبل أن يموت. واضح؟ يعني لا يوجد نهاية لك تصل إليها. فالإنسان معرض للطاعة ومعرض للمعصية، إنه هو التواب الرحيم. ثم كرر الأمر: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه لها نظائر كثيرة في القرآن، مجملها يدل على أن الله جل وعلا أنزل آدم، فلما اجتالت الناس الشياطين بعد 10 قرون من نزوله أرسل الله الرسل بدءا بنوح وختاما محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل مع هؤلاء الرسل الهدى والنور والبيان. ثم أخبر عباده من قبل ولاحق أنه من آمن منهم واتبع ذلك الهدى الذي أنزله فلا خوف يعتريه عند الموت ولا حزن ينتابه بعده، وأما من غلبت عليه شقوته
وكذب ما أنزله الله واتبع هواه وأفرط على نفسه فأولئك أصحاب النار مستقر لهم ومتاع هم فيها خالدون مثيلهم مثل أهل الجنة الذين قال فيهم وأزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الله جل وعلا حكم العدل ورب ذو فضل، وهذه أمور أخبر الله جل وعلا بها لتقوم بها الحجة على عباده. ثم قال الله جل وعلا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، والحديث عن بني إسرائيل سيأتي إن شاء الله مستفيضا في اللقاءات القادمة. لكن قبل أن أنهي أبين أن الله جل وعلا في سورة البقرة لما ذكر الطوائف الثلاث التي حررناها وهم المؤمنون الخلص والمنافقون والكافرون كان يبين أحوال معاصرة يعيشها المجتمع المدني، وحتى يكون الناس سير لابد أن يتعظ من سبق. فبعد أن بين الله جل وعلا حال المخاطبين ذكر لهم حال السابقين حتى يتعظوا فيهم، فما أفلحوا فيه ونجوا بسببه أخذوا به، وما كان سببا في هلاكهم وبعدهم عن الله كان عليهم أن يتوخوه. والله جل وعلا الراية في قيادة البشرية جعلها راية روحية، فكل أمة حملت الدين صدرها الله جل وعلا، فصدر الله بني إسرائيل في حقبة من الدهر ولقد اخترناهم على علم على العالمين. فلما زاغوا وقتلوا الأنبياء وانحرفوا عن طريق الله جل وعلا سلب الله منهم هذه الراية وقيادة الناس وزمام البشرية وأعطاه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فحتى تكون هذه الأمة على بينة في أمرها في سيرها إلى طريق الله أكثر الله جل وعلا في القرآن من خبر بني إسرائيل. وقال الله جل وعلا هنا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أول آية وفق ترتيب المصحف الذي بين يدينا يتحدث عن بني إسرائيل. وسيأتي بعد ذلك أمور كثيرة في أحوالهم وأخبارهم وأحوالهم مع أنبيائهم على وجه الخصوص، حتى تعرف هذه الأمة أمة محمد التي أعطاها الله قيادة البشر فيما أخطأ السابقون فيجتنبوه، ولما ساد السابقون فيأخذوا بزمامه. وهذا كله من دلائل قول الله في أول السورة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فمن هداه ما ضرب الله فيه من أمثال، وما أخبر الله فيه من أخبار، وما قص الله فيه من قصص، وما بين الله فيه من شرائع يتعظ بها الحاضر والباد إلى يوم يقوم فيه الأشهاد ويحشر فيه العباد. جعلنا الله إياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وجعلنا الله إياكم ممن ينتفع بهذا القرآن ويعمل به. سألنا الله لنا ولكم التوفيق. نقول كما نقول دائما: هذا ما تهيأ إراده وأعان الله على قوله، وهو وحده الموفق والمسدد. صلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله.